كريم خرافي مناسب لجميع انواع البشرات، حتى لو بشرتك دي فيها سواد السنين، فيها كلف، نمش، اثار حب شباب، فالكريم ده مناسب لجميع انواع البشره. وكمان حتى لو سنك فوق 60 سنه فالكريم ده هيخليكي بدر منور. لو عندك بقى اسودات في ايديكي، في الرقب والاكواع، مناطق الحساسة، عندك اسمرار وبقع في وجهك، وشك ده بهتان مفهوش نضارة، اسمرار وغمقان، بجد الكريم ده هيخليكي زي البدر منور. هيشيل معاكي كل مشاكل البشرة، وهيخلصك من الجلد الميت والرؤوس السوداء. هيخلي بشرتك مشدودة. اهم ما في الكريم هو طريقة الاستخدام الصحيحة، فمن المهم جدا تركزي معايا وتابعي اللي انا هقولهولك، لان الكريم ده بجد لو فاتك هتزعلي جدا لانه ممتاز. قبل ما ابدأ الحلقة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي علامة التنبيهات على الكل عشان يوصلك ان شاء الله اشعار بكل الحلقات الجديدة لما تنزل وتشوفيها، وان شاء الله كلها واكيد باذن الله هتعجبك. وفضلا وليس امرا لايك للفيديو، الله يسعدك ويفرح قلبك علشان الفيديو انتشر وغيرك كمان يستفاد. ويلا بينا نبدأ حلقة اليوم. الكريم المعجزة اللي بينصح به الدكاترة بينفع لكل انواع البشرات، ولكن ليه طريقة معينة عشان ما يحصلش منه تحسس او حتى بشرتك تتحرق منه، لان في بنات جربته ووشها اتحرق واسمر اكتر من الاول، وده لانهم بيعملوا في حاجات كده، حاجتين بيعملوهم غلط، فهقولك عليهم علشان تاخدي فوائد الكريم وتبعدي عن اضراره ان شاء الله. وبجد لو التزمتي عليه بالطريقة الصحيحة هتلاقي وشك ده اختلف اختلاف كلي، والكل هيسألك عن النضارة والحيوية والشباب اللي موجود في بشرتك. الكريم اليوم هو هدية مني ليكي، هو اسمه كريم ميلوكين، سعره رخيص على قد الايد، متوفر، موجود في الصيدليات وسهل الحصول عليه. بيعالج حب الشباب الناشئ عن الإصابة بالعدوى البكتيرية او حتى الفطرية، كمان بيساعد الستات في التخلص من البثور الرفيعة الموجودة تحت سطح البشرة، يعني انت لو عندك حبوب تحت الجلد فهو هيخلصك منها. كمان بيفتح البشرة وبيخلصنا من بقع البشرة والتصبغات الجلدية، وخاصة التصبغات اللي بتحدث نتيجة التغيرات الهرمونية سواء بقى في الحمل او الرضاعة. كمان بيحصل برضو الكلف الناتج عن الوراثة، بيحلو جدا كمان للعلاج الكلف والنمش الناتج مثلا عن تعرض لإشعة الشمس او حتى تغيرات الهرمونية اللي بتسيب السيدات. حلو قوي في المناطق الحساسة، بيفتح المناطق الحساسة وبيخلصنا من التصبغات، وبينعم البشرة بشكل ملحوظ جدا، و يعني بيفتح الاماكن كتير زي مثلا الركب والاكواع وتحت الابطين. كريم ممتاز بصراحة. هو بيحتوي على مادة الهيدروكينون بنسبة 4%، فعشان كده لو انت هتستعمليه في تفتيح المناطق الحساسة فلازم ضروري يكون تحت اشراف طبي، لان نسبة 4% في الهيدروكينون بيكون نسبة عالية، فلازم تكون بتستعمليها بطريقة صحيحة وسليمة عشان تاخدي اضراره وتاخدي مميزاته. فبصراحة لان ممكن انصحك اقولك استعمليه ومفيش مشكلة، ولكن لو اقل غلطة عملتيها هيحصل على طول تصبغات اكتر، وهيحصل التهابات وحكة، وهتبقى مشكلة، والمنطقة دي كمان بيبقى فيها الجلد رقيق فمبتبقاش مستحملة. لان مادة الهيدروكينون والمواد الموجودة في كريم الميلوكين، لو انت عندك حساسية منه، لو استخدمت الكريم من غير ما تاخدي بالك انك عندك حساسية، على طول هيحصل معاكي مشاكل كتير زي مثلا احمرار شديد جدا جدا جدا، حرقة، حكة في الجلد، طفح جلدي على البشرة، ممكن يظهر معاكي حبوب تحت الجلد، مشاكل كتير قوي. فعشان كده بنصحكم ان احنا نعمل اختبار حساسية. مش هتروحي دكتور ولا هتروحي صيدلي ولا حتى تروحي مستشفى عشان تعملي اختبار، لا، ده الاختبار ده بسيط جدا في الجلد. هتعمليه ازاي؟ هتاخدي مثلا جزء صغير جدا من الكريم، صغير جدا، وهتحطيه على منطقة مثلا زي ايديكي، منطقة ما تكونش ظاهرة يعني في الايد كده، وهتتركيه لحد لما البشرة تمتصه، وهتقعدي تراقبيه كده من فترة لفترة. لو لاحظتي ان المنطقة اللي انت حطيتي عليها الكريم دي حمرة او حصل فيها حكة او كده،
شديده، فاعرفي انك عندك حساسيه من المواد الفعاله موجود في الكريم. ما حصلش يبقى تستعمليه بكل فعاليه وكل امان، ولكن الاهم انك لما تيجي تستعملي كريم مينوكين تستخدميه بكميه بسيطه، لان من الحاجات الغلط اللي البنات بتعملها انهم بيستخدموه بكميه كبيره عشان مفكرين هو كل ما حطوا كميه كبيره كل ما كانت النتائج افضل واسرع، ودي طريقه غلط تماما. كميه صغيره تكفي، تحطي فقط على مناطق اللي فيها مشكله. لو عندك مشكله في وجهك كله حطيها على وجهك كله، مفيش مشكله، بس انا بفضل على مساحات صغيره. ما بنصحش جدا الاطباء الاطفال الاصغر من 14 سنه يستخدموه، ممنوع منعا باتا وقولا واحدا للحامل والمرضع، ممنوع تماما تماما تماما. كمان لازم تلتزمي بوضع سان بلوك. سان بلوك مش حاجه ترفيهيه، دي حاجه ضروريه. ليه؟ لانك لو ما حطيتيش سان بلوك او واقي لاشعه الشمس يكون الحمايه بتاعته يكون كويسه، ده هيسبب حروق في البشره. بلاش تجيبي سان بلوك اللي هو بتركيز 100% ده، لانه مش بيحمي البشره ب 100%. لا، جيبي اللي هو الاقل منه شويه هيكون احسن بكتير. لازم تحطي سان بلوك كل ساعتين تجدديه، لانك لو حطيتيه وخلاص ونسيتيه كده انت مش بتحمي بشرتك. سان بلوك بيتحط بكميه كبيره، مش زي الكريمات التانيه، لا بيتحط بكميه كبيره، ولازم تحطيه قبل نزولك للشارع مثلا اقل حاجه ربع ساعه. ما ينفعش تحطيه وتنزلي على طول، بشرتك برضو هتتحرق. فدي حاجات مهمه لازم نعملها، نلتزم جدا بالاكل والشرب والتغذيه الصحيحه، اكل الخضروات، لان ده هيساعد كمان على التفتيح بشكل سريع وفعال ويدي نضاره. والاهم قبل ما نستعمله نغسل بشرتنا كويس ونغسل ايدينا، عشان لو في بكتيريا في ايدينا هتتنقل عن طريق بشرتنا، فنغسل ايدينا كويس ونغسل بشرتنا كويس بغسول مناسب، ونحط الكريم لمده نص ساعه وبعدين نغسل بشرتنا. من المهم جدا الاهتمام باستخدام كريمات مرطبه علشان نرطب بشرتنا، الترطيب مرتين الى 3 مرات. لو بشرتك شديده الجفاف هتستعملي 3 مرات. ما يفضلش انك تستعملي كريم ميلوكين لفتره طويله علشان ما يحصلش مشاكل في الجلد كتيره. يفضل استعماله، انصح بيه جدا للبنات المقبلات على الزواج، بس يكون قبل زواجهم مثلا بشهرين وثلاثه، علشان ما يحصلش مثلا تهيج في البشره او كده، ويكون بشرتك اتعودت عليه، ويتحط مره واحده في اليوم. ان شاء الله لو استعملتيه بالطريقه الصحيحه اضمن لك انك هتحصلي على نتائج مرغوبه وكويسه جدا. اشوفكم في حلقه جديده، ما تنسيش اللايك.